17 of marginalized families were displaced since year ago from this area called Bi'rara in Tell Center because of the war. Since a few months, these families get back. But unfortunately, these families found their homes had been destroyed and all the things which they left during displaced burned and become ashes. It's a real tragedy for marginalized people. وصلنا قالوا لنا بيوتكم ذهبوا لا ندري من فين اجلوا القضيفة جينا لهنا نشوف سكن ما فيش احنا متضررين لا معانا لا سكن ولا معانا بيوت ولا معانا اي حاجة احنا متضررين احنا كنا نازحين اجينا والمحكمة حقنا قالوا حرقوا القضايف ما درينا من اللي حرق احنا متضررين الان جالسين بالشوارع احنا وقهالنا لا سكن لا مأوى ولا أي شيء بين البرد وبين الريح هذا الذي بقي لنا من المحو حقنا من بعد الحريق بقينا لا مخاد لا كنابل لا فرشان ولا شيء والآن نتمنى من منظمات حقوق الإنسان أن تساعدنا وتوقف معنا وتوقف بجانبنا وتدي لنا مساعدات من فراشات من بطانيات من مساعدات من مواد غذائية من إذا هو مستطيع سكن هذا البيت تدمر تشمت حقنا البيت شوف كيف تسوى تبهذلنا الدنيا تبهذلنا أنا أتباكل للباب نزحنا هكذا ونزحنا الرمادة والحرق ابتدأ ما ندرش منين يا قضيفة يا منين أجن الرصاصة حرقا دحنا مشعتة رجعنا نرقد بين الرماد Last January 2017 was humanitarian response of IOM which has been able to reach to city center of Taiz in cooperation with local partner IYSO. Within hours, the field survey team visited the area and collect information and have been provided to those marginalized families winterization kits as a humanitarian emergency assistance to improve conditions these families that live in outdoor. بسم الله استلم فراشات وبطانيات الأول بسم الله ده أنا حصلت دينا ولا نرقد لبنى الرمد بنى الأرض ولا معانا الدفوية ولا معانا حاجة أشكر المنظمات إنهم ساعدوا نحنا دفوا إحنا بكنابر وبطانيات وفراشات استلمنا منظمة الهجرة أشكرهم على تعاونهم معانا نشكر منظمة الهجرة الذي بادرت وزارتنا للحارة وجابوا لنا الفرش وجابوا لنا البطانيات وادفوا جهالنا